من 50 مليون صوت انتخابي. يعني معنى كده انه عدد الاشخاص المنتمين لاحزاب داخل الكوتا الانتخابيه بشكل عام حوالي 4% من جمله الناخبين المصريين. وبالتالي انا النهارده وانا بتكلم على هذا الامر ينبغي ان انا اكون حاطط في اعتباري انه لا يزال حتى هذا اليوم الناخب المصري يريد ان يعرف العضو اللي هينتخبه او المرشح بتاعه شكله ايه؟ او يتكلم معاه بصفه ايه؟ لانه لسه عندنا فكره نقل الخدمات موجوده ودي احنا عايزين نتخلص منها، انما مش هنتخلص منها من يوم وليله. وبالتالي انا شايف ان النظام الانتخابي الامثل مع كامل الاحترام للاحزاب السياسيه اللي موجوده اللي بتطالب بانتخاب القايمه انه يجب ان يكون الانتخاب بالنظام الفردي في دوائر ضيقه عشان اسمح لانه الناخب يكون شايف المرشح بتاع الدوله. انه لازم يكون المرشح ظاهر قدام الناخب بتاعه ويعلمه علم اليقين. والنسبه اللي موجوده بالنسبه للانتخابات انه النائب يجب ان يمثل نسبه لا تتجاوز 120 الف فرد، عشان كده بقول انها لازم تكون في دوائر ضيقه. انما النهارده في دائره زي مدينه نصر فيها حوالي نص مليون صوت انتخابي، اخلي فيها نائب واحد بيمثلها دي مساله وبتخلي فيه بعد شديد جدا بين الناخب وبين النائب. الحته اللي اتكلمنا عليها الخاصه بمساله الاحزاب ليها ارتباط بحاجه مهمه جدا بيدور دلوقتي جدل بشانها داخل لجنه الخمسين حسب التسريبات اللي موجوده في الاعلام. انا النهارده كنت انا بقول ان الاحزاب في مصر كلها عدد اعضائها يساوي 4% من جثه الناخبين المصريين. طب ال 86 حزب دول اذا حتى اتعمل ائتلاف منهم اقصى حزب منهم ممكن ياخد كام في الانتخابات؟ وانا لو سالت حضراتكم على اسماء 10 احزاب من ال 86 حزب اعتقد انه ما حدش في القاعه دي ممكن يلم لي اسماء 10 احزاب موجودين في مصر، اسماء فقط. طيب النهارده هل ينفع في ظل هذه الظروف ان انا اعين رئيس الحكومه من حزب اغلبيه؟ طيب هو حزب الاغلبيه ده هيجيب كام؟ يعني اذا كان الحزب الوطني في عز ازماته وفي عز زمن التزوير اللي كان موجود كان بيحصل في اقصى ما حصل عليه 35% وكان بيكمل بالمستقلين عشان ياخد الاغلبيه. الله، امال النهارده الاحزاب بحالتها اللي موجوده دي هتاخد كام؟ اقصى التقديرات والتوقعات بتقول انه مش هيتجاوز 12%. طب انا واحد جاب 12% من مقاعد البرلمان اسمح له ان هو يشكل حكومه؟ ده يخش العقل؟